محمود سراج، انا راجل مدير مالي في شركة. بعض الهوايات اللي هو بكتب شعر، وهوايات القراءة. بس كده. عرفت ازاي دكتور احمد خالد توفيق اول مرة كقارئ؟ انا كنت متابع روايات مسرح الجيب، ومتابع دكتور نبيل فاروق. ابتديت اتابع فعليا من بدايه، من اعداد الخمسينات مثلا، من رجل المستحيل وملف المستقبل، وابتديت كوكتيل 2000 تقريبا مع بدايتها، واللي هو كل سنه بستنى المعرض، نروح المؤسسه والزحمه هناك، ونستنى الاعداد الجديده، ونروح نسال في الصيف العدد الجديد نزل ولا لسه، واللي هو كان بينزل في الصيف وبينزل في المعرض. وطول فتره الدراسه ما فيش رواية. في مرة وأنا في معرض الكتاب بجيب الحاجات الجديدة كلها، حتى اللي هو يعني إيه اللي ما كنتش مهتم بيها قوي، بس في حاجة جديدة نزلت فبجيبها. فبصيت لقيت في حاجة اسمها أسطورة النداهة وأسطورة مصاص الدماء والرجل السري. فببص لقيت في عددين، حاجة ما أعرفهاش، ما وراء الطبيعة دكتور أحمد خالد توفيق. فعادي، فأنا بلم كل الجديد، فروحت واخد إيه كل الجديد وخدته معايا، وروحت في البيت قعدت اقرا. يعني قريت سوره مصاص الدماء والرجل الذئب دي، يعني ايه ما شدتنيش، ما خلصتهاش في نفس القعده كالمعتاد، يعني اللي هو الواحد بيمسك الحاجه الجديده دي اول حاجه اللي هو يفرتكها، قريتها ما مش قوي، وبعد كده رحت مكملها بقوه الدفع كده فضول، يعني ما حبيتهاش قوي. قريت النداهة، لا عجبتني جدا وشدني الموضوع. فابتديت بقى اللي هو ايه اتابع كل اللي بينزل جديد. لا، في تطور في الاسلوب، وفي اسلوب كتابه مختلف اصلا. يعني احنا بنتكلم دكتور نبيل ليه اسلوبه وليه طريقته، الله يرحمه ربنا يرحمه، ليه اسلوبه وليه طريقته. دكتور احمد خالد توفيق مختلف، لا مختلف تماما. يعني احنا بنتكلم يعني ايه، انا بحترم الاثنين والاثنين شكلوا حاجات فيا كتير، بس احنا لو بنتكلم على استمتاعي بالقراءه، لا كان دكتور احمد خالد توفيق طبعا هو الفائز دايما في سباق الاستمتاع بالقراءه. يعني بقيت ادور على شغل دكتور احمد، فانتازيا، سفاري، روايات عالميه، يعني ادور على اي حاجه هو بيكتبها. ايه اكثر شخصيه تعلقت بيها من شخصيته؟ هو رفعت اسماعيل، اكيد رفعت اسماعيل، لان رفعت اسماعيل هو رفعت اسماعيل هو دكتور احمد. يعني في حاجات كتير جدا مشتركه بين دكتور احمد وبين رفعت اسماعيل. يعني هو كان بيكتب نفسه في شخصيه رفعت اسماعيل، وشخصيه رفعت اسماعيل هي اللي هي ايه اكتر حاجه تعتبر نجحت او اتشهرت لدكتور احمد، لانها اتكتبت بصدق، لان هو الراجل انا شايفه هو بيكتب عن نفسه اكتر ما هو بيكتب شخصيه. يعني انت بتتكلم السخريه بتاعت رفعت اسماعيل هي في دكتور احمد. يعني دكتور احمد انت وانت بتعامله على المستوى الانساني هتلاقي فيه نفس التركات اللي كنا بنلاقيها في الكتاب، فهو اكيد رفعت اسماعيل. شفت ازاي دكتور احمد كان بني ادم؟ ازاي وصلت للنقطه دي؟ من ضمن الحاجات اللي كان دكتور احمد بيكتبها كان اللي هو فيه ركن بتاع القراء اللي في اخر الاعداد، فكتب على منتدى روايات نت، فدخلت منتدى روايات نت عن طريق الموقع، وكان بقى الدايل اب بقى زمان ايه وبتاع. دخلت لقيت دكتور احمد بيشترك على الجروب وبيشارك على الجروب وفي تنظيم ندوات ودكتور احمد بيجي فطبعا ايه رحت دوس يا معلم. يعني اللي هو يعني ايه في ندوه لدكتور احمد، رحت رايح قابلت الندوه، تعرفت في نفس الوقت بقى على التوازي، على مجموعه المنتدى، وكان ساعتها بقى في مشروع دار ليلى، وكان في مشروع جلسه ثقافيه اللي هي جلسه كنا بنقعد في الاوبرا اسبوعيا. فلما دخلت مع دار ليلى بقى في التعامل مع دكتور احمد كمان ككاتب بقى. يعني احنا يعني كنت عديت اللي هو المقابله الاولى او الرهبه الاولى، فابتديت اتعامل معاه ككاتب او يبقى في ممكن كلام. يعني لا كانت في ندوة. انا بحاول افتكر، يعني احنا بنتكلم ممكن تكون اول ندوة ما حصلش كلام مباشر، يعني انا اللي هو ايه قاعد وكده وبستمع يعني وكده، حضرت الندوة عادي يعني، وحتى اللي هو ممكن اكون خط توقيعه برضو مش مفيش كلام، يعني ما حصلش تواصل شخصي. يعني كان اول مرة يعتبر حصل تواصل شخصي كان في فطار رمضان، وكنا دكتور احمد خالد كان ما بيحبش يسوق، هو معاه عربيته في طنطا بس هو ما بيحبش يسوق، فكان بيجي من طنطا للقاهره بالقطر وينزل محطه رمسيس، ومن محطه رمسيس حد بيتفضل اللي هو ايه يجيبه في عربيته لحد مكان الندوه وكده، او اللي هو بيجي يعني ايه من المحطه لمكان الندوه. كان في طار رمضان، وكان تقريبا في باخره او نادي على النيل، ودكتور احمد خالد جاي وبتاع، فايه طب انت روح يا سراج انت ايه هات دكتور احمد من رمسيس. فروحت بعربيتي وقعدت مع دكتور احمد، ابتدت الرهبة تزول، لأن أنت بتتكلم مع شخص متواضع خالص، هو الراجل إنسان عادي جدا خالص، يعني حد يعني إيه أنت بتتكلم
كأنه أخ، كأنه يعني إيه بيتكلم يعني إيه بعفوية وبصدق يعني. ما كانش الكلام يعني إيه برضه في الأول ما كانش الكلام كتير، كان في الحدود يعني. ولما بسأله بيرد الراجل، فقال هو الراجل لا لا شخص عادي من لحم ودم زينا ويعني إيه ما كان الانطباع الأول مش اجتماعي أوي، هو مش اجتماعي أوي، بس هو الراجل يعني إيه راجل بسيط، راجل يعني إيه بيتكلم، راجل جميل يعني. كنا في دار ليلى بقى اللي هو بين الدكتور احمد، كان يعتبر كاتب معانا، كان بيتم التواصل معاه ويعني ايه نصفر بحاجه من كتاباته. وهو انت لو تفتكر يعني انت بتتكلم في نزلت سلسله بدايات، نزلت كذا حاجه، نزلت مولوتوف سلسله ساخره، دكتور احمد كان بيشارك الحاجات دي مجرد دافع للناس يعني يكتب مقدمه او يكتب حاجه ان هي تشارك بدون مقابل مادي يعني، اللي هو يعني ايه ان هو نشجع الناس دي ان هي ايه الجيل الجديد ده ان هو يطلع. هو انت بتكون شخصيتك من احتكاكك بالناس ومن قراءاتك ومن خبراتك اللي بتتعلمها. فدكتور احمد خالد توفيق هو كان اللي فتح الباب لحاجات كتير جدا في ان هو الواحد يعرف العالم على مستوى القراءه، على مستوى حاجات كتير جدا كانت موجود يعني، منها مجرد اللي هو ايه بيذكر اسم اديب، انت ايه الاديب ده يعني، انت سلسله فانتازيا دي فتحت ابواب لناس. انا كنتش اعرف دوستويفسكي، مين دوستويفسكي، كنتش اعرف حاجات كتير جدا. فانت بتتكلم ان دكتور احمد كان احد اهم الاسباب اللي كونت شخصيتي، فان هو فتح لي ابواب، انها ابواب معرفه انا عرفت منها وتعلمت منها واثرت فيا اكيد. تقابلت ازاي خبر وفاه صدمه ومفاجاه وتنحت يعني انا بشتغل، انا ما رحتش يعني ما حضرتش العزاء في شغلي، بشتغل الصبح وبعد الظهر وفي كذا حاجه، فالناس شايفاني في الشغل في ايه مالك، فان انت تكلم حد تقول له اصل انا في كاتب عزيز عليا وتوفى عشان كده، هو ده سبب حزني، هو ده كده عشان كده انا متضايق، فانت اصلا الكلام ده ممكن ما هيبقى صعب بالنسبه للناس يعني ان هو تفهمه اصلا يعني. فلا مفيش لحد ما برضو الناس المقربه مني قلت لهم لا يعني دكتور احمد خالد ده حاجه كبيره قوي، ده يعني زي والدي يعني، انا فعلا بقى يعني هو كنت باخد منه النصيحه او باخد منه الكلام مباشر او حتى عن طريق الكتابه، انا بسمع حد كبير وبتعلم منه كل يوم وحاجه كبيره يعني. وهو موجود يعني، انا مطمن بيه وهو موجود يعني، عارف انت اللي هي ايه فعليا يعني، هي زي كان في مثال قديم اللي هو زي اليد والصوابع يعني، هو دكتور احمد خالد توفيق كان لامم الجيل ده والمجموعه دي. فانت بتتكلم الكف والصوابع، الكف كل صباع بقينا لوحدينا بقى كل واحد بدماغه يعني، انت اللي بيجمعك اللي بيلمك مع بعضيك هو كان دكتور احمد. الناس دلوقتي هتلاقي ان كل واحد بقى يعني خلاص بقى يعني، احنا كان ده اساس الحاجة المشتركة اللي بيننا اللي بتلمنا كان دكتور أحمد. دكتور أحمد يعني إيه؟ هو دكتور أحمد موجود، دكتور أحمد موجود بعد وفاته، هيفضل موجود بعد وفاتنا كمان، لأن هو سايب كتير حاجات تخليه موجود إن شاء الله. فكانت صدمة، قعدت يومين ثلاثة متنح كده في البيت والشغل وبدعي له بقى وقريت القرآن وكده وربنا يرحمه. لو أنت بتتفرج على دوكيومنتري نفسك تشوف مين بيتكلم عنه او ايه اللي بيطرد في الدوكيومنتري؟ لو بشوف دوكيومنتري عن دكتور احمد نفسي اشوف مين بيتكلم عنه. انا اعتقد اللي هو الناس المقربه من دكتور احمد من المجموعه بتاعتنا ومن الناس اللي هي يعني، هو كان في لي اصدقاء شخصيين يعني دكتور ايمن الجندي، وفي ناس اللي هي كانت مقربه من دكتور احمد نفسه، فده هتلاقي عنده حاجات كتير ممكن تكون كمان بعيدة عننا ما نعرفهاش، هو تبقى عنده معلومات عنها. ومن الجيل بتاعنا اللي هم أبناء دكتور أحمد يعني، هتلاقي برضو أحمد صبري غباشي، هتلاقي أكيد كان مقرب من دكتور أحمد، ودعاء الشبيني وتامر فتحي يعني في ناس كتير. كان بنقفل بأكتر تعبير أو إفيه أنت بتحبه للدكتور سعيد، كخنزير بري في بركة من الوحل.